أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج تواصل دوت كوم. مشاهدينا الأعزاء، قبل الذهاب إلى تفاصيل ما لدينا في حلقة هذا اليوم، دعونا نطلع وإياكم على العناوين. البداية مع خريجي كليات الهندسة التقنية وهم يطالبون وزارة الكهرباء بتعيينهم، حيث يعتصم العشرات من حملة شهادات الهندسة أمام مبنى الوزارة في بغداد. ثم إلى عائلة بصرية تتهم مدير مدرسة يعني بابتزازها ماليا، وأن ولدها يقبع في السجن بعد تعرضه للضرب على يد مدير مركز امتحاني. بعد ذلك نشاهد وإياكم لقطات تظهر مهاجمة مجموعة من الكلاب لعائلة نقلت ابنها لطوارئ إحدى المستشفيات في العراق ليلا. والختام مع ظاهرة سرقة أغطية الصرف الصحي، نشاهدها الآن كما تبدو في هذه الصورة، أو المنهولات كما هو معروف بالدرجة العراقية. ونشطاء يعزون السبب إلى الإهمال الحكومي وتفشي البطالة. أهلا بكم من جديد. البداية مع خريجي كليات الهندسة التقنية وهم يطالبون وزارة الكهرباء بتعيينهم بدلا من العمال الأجانب، حيث يعتصم العشرات من حملة شهادات الهندسة أمام مبنى الوزارة في بغداد منذ أيام، متحملين حر الصيف في شهر تموز ودرجات الحرارة التي تصل نصف درجة الغليان. لنشاهد معا حال المهندسين المعتصمين في خيامهم. هؤلاء المهندسون المعتصمون أمام مبنى وزارة الكهرباء رددوا شعارات تطالب وزير الكهرباء لؤي الخطيب بالاستجابة لطلباتهم وفتح باب التعيين لهم، منتقدين بالوقت ذاته تواصل إهمال الحكومة للخريجين والكفاءات العراقية. الآن إلى أحد المعتصمين وهو يتحدث عن واقع خريجي هندسة الكهرباء في ظل عدم وجود فرص للعمل وتفضيل العمالة الأجنبية على العراقية في الشركات العاملة بالعراق. احنا نريد حل هسه المطالب. احنا ما عندنا مطالب. اول شيء احنا ما عندنا مطالب، احنا عندنا حقوق. اذا اقول مطلب معناته انه انا جاي اترجي. انا عندي حق، انا صاحب حق، انا الدستور كفل لي حق التعيين والتمتع بثروات هاي هذا البلد. انا وين ثرواتي؟ انا اليوم شاب عمري 27 سنه، عندي ولد متزوج وعنده ثلاث جهال عمره 32 سنه.
هاي الناس شلون تعيش؟ هاي الناس كملت هندسة، تعرف يعني شنو هندسة؟ يعني صفوة الصفوة، يعني صفوة المجتمع. ناس تعبت تروح للشركات التهلية، الشركات البريطانية والأمريكية وغيرها، 80% عمالة أجنبية، 20% فقط عراقيين، وهذول 20% كلهم واسطة. زين أنت ما عندك واسطة، الفقير وين يروح؟ يتشرد يعني بالشارع؟ الفقير وين يروح؟ احنا اليوم صار لنا هسه 3 أيام، وهذا اليوم الرابع مال الاعتصام. زين نزل لنا فقط من مكتب الوزير، قال انتم شنو مطالبكم؟ اعطينا المطلب، قلنا له احنا التعيين. زين راح وبعد ما رجع ابد ولا اجى واحد شافنا. اليوم احنا صار لنا 4 أيام كل يوم يمر موكب الوزير ويشوفنا، وهسه قبل لا تجون بربع ساعه اجى وقف الموكب، وقف يعني قام يطالع لنا الوزير وكذا، واحنا هنا موجودين بالشمس وحال الضيم حالنا هدشو. اليوم هسه الشباب هاي من الناصريه، من البصره، من بغداد، من دياله، اليوم جونا ينضمونا من دياله، اليوم راح يجون من الناصريه، اليوم المغرب، باكر هم اللي جايين من الانبار، من كافه المحافظات. الناس تعبت يا جماعه، لقونا حل. يعني الوزاره، انا بس اريد افتهم، يعني الوزاره من تعين لك 30,000 عقد، تدري انا هسه ما اقول لك انا مشتغل وعندي خبره وهذا، تدري انت اغلب دول 30,000 العقود هم مو من اختصاص الكهرباء؟ كلهم تربيه وتربيه رياضيه وما اعرف شنو، هذا خريج اداب. زين ابن الاختصاص وين؟ ابن الاختصاص مو اولى انه يشتغل بوزارتي؟ الآن إلى موضوع آخر، نذهب وإياكم إلى عائلة بصرية تتهم مدير العائلة، أو العائلة تتهم عفواً مدير مدرسة بابتزازها مالياً. العائلة تقول إن المدير استلم منها 1,000,000 دينار بالإضافة إلى مبلغ 1,500 دولار أمريكي، 15 ورقة كما هو معروف بالدارجة العراقية. العائلة تواصل الحديث وتقول إن المدير يساومها بدفع 20,000 دولار، أي دفترين، مقابل التنازل عن ولدهم الذي يقبع بالسجن بعد أن تعرض للضرب والإهانة من قبل مدير مركز امتحاني وعدد من أفراد الشرطة بعد ضبطه وهو يمارس الغش في الامتحان النهائي كما يقال. تعالوا نتابع. ورقة يعني منين جابوا كأستاذ وبالمدرسة؟ هسه أنا صاحب، لا نعم 15 ورقة انطيتها، وانطيتها 1,000,000 مال النقل و75 يدعيهم وياها، 15 ورقة و1,000,000 مال النقل و75 بجيبه، هذا كان بجيبه على أساس يدعي ضايعات. هو أي تشوي ويا أحد ماكو، هو قوي كان وتولى ابني بوكسات، ابني يجي فك روحه من عنده ما قدر، الا الشرطه فكوا روحهم فكوه من عنده. فوين راحت هذه؟ فقلت له ما يخالف ننطيه بس لكن يتنازل، قال نعم يتنازل. يعني بغض النظر عن فكره الغش في الامتحان وهي حاله طبيعيه تحصل في اي مدرسه على امتداد الكره الارضيه التي نعيش فوقها، هل هكذا تتعامل قوات حكوميه؟ وما دخل القوات الحكومية كما يرى كثيرون من النشطاء مع علاقة الشرطة أو القوات الحكومية بمعاقبة شاب أو فتى غش في أحد الامتحانات؟ لماذا يمزق عليه قميصه؟ لماذا يقتاد إلى جهة ما ويأتي مدير حتى يساوم أهله من أجل إخراجه؟ ادفعوا كذا وكذا وكذا. وجدتم الأم المفجوعة على ابنها الذي لا تعرف أين هو الآن، وهي تعرض بقايا من قميص هذا الشاب وكيف اعتدي عليه تماما حسب ما شاهدنا وإياكم في المقطع. التعليم على ما يبدو في العراق يحتاج إلى كثير. نبقى في إطار الاعتداءات، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا وثقته كاميرا مراقبة منزلية، وفيه يظهر الاعتداء على أستاذ للغة الإنجليزية وعائلته، تعرضوا للضرب المبرح من قبل عناصر بالحشد والعشائر بالحشد العشائري عفوا تحديدا في قضاء هيت في محافظة الأنبار، بينما تضاربت الأنباء حول سبب الاعتداء، حيث قالت بعض مواقع التواصل إن السبب يعود لإخراج المعلم قريب هذه العصابة من مركز امتحاني بعد مسكه متلبسا بالغش.
في حين نفت مديرية تربية الأنبار هذا الموضوع، وقالت إن الخلاف بين هذا المعلم والمجموعة التي اعتدت عليه مرده نزاع عشائري بين الطرفين. كما تشاهدون في هذه اللقطات أعزائنا، هذه هي لقطات من كاميرا مراقبة منزلية، ويظهر فيها عناصر من الحشد العشائري في قضاء هيت، كما تقول المعلومات التي تداولها نشطاء عراقيون وهم يعتدون على هذا المدرس، مدرس للغة الإنجليزية بأحد المدارس، واعتدوا أيضا على أفراد من عائلته، وبعدما ضربوه ضربا مبرحا هو وإحدى النساء كما تظهر في الصورة، وربما كان هناك في الصورة أيضا سيدة أخرى كما شاهدتم، ضربوه ضربا مبرحا هو وعدد من أفراد عائلته، ثم ذهبوا كما لو أنهم لم يفعلوا شيئا. إلى موضوع آخر الآن، ظاهرة انتشار الكلاب السائبة، الكلاب الضالة، هذه الظاهرة مستمرة في العراق. هذه هي الظاهرة باتت تشكل خطرا كبيرا على حياة الإنسان من خلال مهاجمة قطعانها للناس أثناء تجولهم، فضلا عما تحمله من أمراض معدية لا تواجه بشكل حازم من قبل الحكومة لتقليل خطرها على المجتمع. هذا ما يقوله نشطاء عراقيون، قالوا إن الحكومة مهملة في كل شيء بالعراق الذي يصفه أهله بأنه يعيش بالقدرة الإلهية فقط. لنشاهد معا مهاجمة مجموعة من الكلاب لعائلة نقلت ابنها لطوارئ إحدى المستشفيات في العراق ليلا. ها هي اللقطات التي تظهر أمامكم، وهي مرصودة من إحدى كاميرات المراقبة، وفيها يبدو عدد من الأهالي كانوا متجهين بابنهم إلى طوارئ إحدى المستشفيات واعتدت عليهم بعض الكلاب الضالة. لا نعلم من في خلفية هذا المقطع الذين يشاهدون هذا المقطع المصور، استمعتم إليهم وهم يضحكون. عموما مثل هذه المشاهد لا تبعث على الضحك بقدر ما تبعث على الألم في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها العراق، حتى أن العراقي لا يأمن على نفسه من الكلاب السائبة والضالة حينما يود أن يذهب لقضاء مصلحة ما في الليل أو في النهار. في البصرة أيضا، حيث تعاني المدينة من ظاهرة الكلاب السائبة هي الأخرى وبشكل كبير. الجديد في هذا الموضوع وفاة مواطن من قضاء الزبير بعد مهاجمته من قبل مجموعة من الكلاب الضالة. لنستمع إلى تفاصيل القصة من الصحفي أحمد عبد الصمد. الشاب غزوان هو من سكنة قضاء الزبير، تعرض إلى عضة كلب وعالج في مستشفى الجمهوري، وتم أخذ العلاج لكن بعد 15 يوم توفى، انتقل إلى رحمة الله تعالى. غزوان هو شاب طبعا، وراد يخلص صاحب المتنزه من الكلب اللي هاجمه، لكن الكلب هاجمه وعضه. هاي صورة غزوان شوفوها، احد شباب قضاء الزبير. المشكلة غزوان واحد من ضحايا الكلاب السائبة. الى متى تبقى قضية الكلاب السائبة في قضاء الزبير؟ اكثر من 20 شخص ماتوا بسبب عضة كلب. شنو المشكلة عند الحكومة اللي ما تتخلص من الكلاب السائبة؟ ليش الإنسان حياته رخيصة وما حد يهتم له؟ البيطرة، الصحة، البيئة، ليش يعني؟ أنا بس مستغرب، أنا ليش يعني؟ شنو ما عندنا فلوس مثلاً؟ أولادكم ما تحضن كلاب؟ انتم لكم علاقه بالكلاب؟ بس ارد افتهم ليش يعني، ليش شبابنا قاعد يروحون الكلاب السائبه بكل مكان؟ الان الجماعه ما يستحون رادين طقطق، يعني ما معقوله كل مناطق البصره فيها كلاب وثلاث ارباعها كلاب سائبه. وارد اضيف لكم بعد شيء ايضا، الكلب السائب اللي عض غزوان ما زال موجود يسرح ويمرح بالزبير،
يعني هسه يعض له واحد ثاني وثالث ورابع، والمسؤولين ولا إلى علاقة المسؤولين لا بالزوير ولا بغير مناطق، كل مناطق البصرة ما أعرف البيطرة إيش قاعد تسوي والبيئة إيش قاعد تسوي والبلدية والصحة إيش قاعد يسوون ما أدري. ومن ظاهرة الكلاب السائبة التي أدت إلى وفاة شاب من البصرة بعد أن اعتدت عليه مجموعة من الكلاب الضالة، من هذه الظاهرة التي يعاني منها كثير في العراق إلى ظاهرة أخرى أيضا يعاني منها المواطنون، وهي ظاهرة سرقة أغطية الصرف الصحي أو ما تعرف بالبالوعات أو المنهولات في الدارجة العراقية. هناك من قال إن سرقتها تكون بهدف بيعها والاستفادة من الحديد الذي يتوفر فيها. طبعا المشكلة معقدة كما يرى نشطاء عراقيون، ويقولون إن أصل المشكلة يعود إلى انتشار الفقر والبطالة وبحث الشباب المنفلت على أي سبب لاستحصال المال للعيش. نشاهد جزءا مما وثقته كاميرات المراقبة لهذه الظاهرة في أكثر من محافظة عراقية. وان دير بالكم من دول الاثنين ابو ستوت، هاي ستوت الخضراء، هذول جاي يفترون بالمنطقه ويقولون قناني غاز ويقول منهولات. شوفوا انا شو راح يقول المنهوله، هذول هم جاي يتعرف عليهم، هذا ابو ستوت الخضراء وهذا اللي شوف شلون باقي المنهوله ياهو يعرفهم، جاي يجون الصبح بالخمسه الصبح يجون يبقون بالمنطقه. هذا ابو الستوتة شوفوا له شلون شاف طبقة من هولات ويا هذا الجاهل باعوا له باقر، شوفوا طبق من هولات باقر، يعني شلون. هذه الظاهرة التي شاهدنا عينات مما وثقته كاميرات المراقبة لها قبل قليل انعكست، أي الظاهرة، على حياة المواطنين بسبب الخطر الذي يشكله غياب الغطاء عن المنهولات، حيث رصدت كاميرات المراقبة عدة حوادث لسقوط أطفال وشباب، ومنهم من لم يحالفه الحظ ليذهب ضحية هذه المشكلة المعقدة في العراق. نبقى مع ما وثقته كاميرا المراقبة لطفلة وقعت داخل أحد يعني قنوات تصريف الصرف الصحي للأسف، ولولا وجود بعض الشباب قرب هذه الطفلة وفي مكان الحادث لكان هناك نهاية مختلفة. راح توقع، شوف هاي البنية المسكينة، هذا الشغل بدون مهنية باعوا له، شوف هاي البنية خطية وين راحت، ما حد طبعا يدري بيها، ولد سمع صياحة هنا، سمع صياح مالتها ظل يتلفى تشوفه يدور على صياح وين، قال هذا الصياح منا من هاي المنهول، عبالهم طلع فنسي شي خوش، لقوا بشر جوا واقع، يعني قبق مال منهول بشرفك تغطيه بفايبره، تغطيه بفايبره، شوف ايش راح يطلعون من المنهول. باب البنيه شبعت مي خوش، شوف 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 اختنقت اختنقت، ما قدرت تمشي، ما قدرت بعد تمشي، لزمت راسها مضروبه براسها من قبل خوش، طبعا البنيه اخذوها هسه بالطوارئ ما يعرفون حالتها شنو هي. هاي وين السلامه المهنيه بالموضوع؟ السلامه المهنيه المفروض تفدروا وياهم يغطون هاي الاطباق المفتوحه. تهديد الصحفي حيدر الحمداني بالقتل من خلال كتابة عبارة مطلوب دم على باب منزله الكائن في قضاء الرميثة بالمثنى، هذا موضوع فقرة أراءكم لهذا اليوم. وقبل قراءة ما كتب نشطاء عراقيون بشأن هذا الموضوع نتابع وإياكم المقطع الآتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاولة إيقاف الصحفيين وتخويفهم وتكميم الكلمة الحرة بدت بصورة واسعة بكل المحافظات العراقية. للأسف اليوم تفاجأت أنه مكتوب على شقة الإيجار مطلوب دم، وأنا صحفي مطلوب دم على شنو؟ كاتلي واحد، عندي ثاروي واحد، عندي مشكلة عشارية واحد، على شنو مطلوب دم؟ كل ذنبي، حتى ظلنا ما نقول هذا فاسد وهذا حرام، والله العظيم ظلنا نخاف. كل ذنبي أقول يا أبا ترى أكو تقصير بفلان شارع، الزبالة موجودة بفلان شارع، كهرباء ماكو، محولة طقت، ماي ماكو، متظاهرين ننقل أصواتهم، كل هذا ترى كل شيء ما نقول ظلنا ترى حتى حرام ظلنا نخاف نقول، حتى إذا هو حرام ونقول له أنت حرام وفاسد ثاني يوم يقيم عليك دعوة قضائية ويذبونك بالسجن مثل الكلب. مطلوب دم، والله حتى بيتي ما قاعد، يشهد الله حتى بيتي ما قاعد أنا. لأن قبل الحادثة بيوم 2/2 يسألون عني، وحتى اللي يسألوه من منطقتنا الفجر طقوا لي ما أعطاهم المعلومات والتفاصيل كاملة. وقبلها سيارة لحقتني وبها أشخاص اثنين ما أعرف، يعني أنا حتى عائلتي ما مقعدهم هنا، طلعتهم بأي لحظة، قنبلة صوتية يرمون البيت، شنو ذنبي؟ شنو ذنبي؟ كل ذنبي قلت هذا خطأ، هذا خطأ، حتى ما نقول حرام وفاسد، هذا خطأ. هكذا يتعامل مع الصحفي الذي يرصد أحوال مجتمعه في العراق. الآن إلى قراءة التعليقات أو المنشورات التي كتبت في فيسبوك تعقيبا على ما شاهدتم. المواطن العراقي كتب: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي شخص يعترض على الحكومة أو الأحزاب الفاسدة العميلة مصيره القتل أو الخطف. الله يكون بعونك أخ حيدر. بعد هذا المتحدث إلى آخر، نذهب الآن إلى ما كتب رحمن حسين طليبة ويقول: هيعود أنت إعلامي والقانون يحميك ومنطق الحق باعتباركم السلطة الرابعة، شلون بالناس العادية؟ بعد هذه السيدة نذهب إلى آخر، أبو النور الزريجا ويقول: مشروع تكميم الأفواه مستمر من قبل الأحزاب الفاسدة. إلى منشور رابع نذهب وإياكم الآن. إبراهيم بن جابر يكتب: للأسف الحكومة هاي من قوم بتهديد وترويع الناس وبالأساليب المقيتة التي لا يتقبلها عقل عاقل. إلى المنشور الخامس وهو لحيدر شاكر يقول: تكميم الأفواه مستمر على قدم وساق، يقابله سياسة تجهيل يتبعها وعاظ السلاطين لتبقى سطوتهم على البلد والناس. إلى المنشور الختامي نذهب وإياكم الآن، وكتبه أسعد محمد يقول: فيها العراق ما عاد يصلح للعيش، عبارة عن غابة، والقوي يأخذ الرجيح أو القوي يعتدي على الضعيف. الآن نذهب وإياكم إلى تويتر. لولا جهد الصحافة واهتمام الإعلاميين والنشطاء بتوثيق كل شيء لما كانت بابل تراثا عالميا على مسميات الأمم المتحدة أو اليونسكو كما أعلنتها مؤخرا. بابل تراث عالمي، إلى بابل والتغريدات الأربعة بناء على اختيارها ضمن التراث العالمي والإنساني. نقرأ عليكم أبرز أربع تغريدات. البداية مع كمال يقول: هل يعني دخول بابل ضمن قائمة التراث العالمي أن يستطيع العراق استعادة آثار بابل المغتصبة في متاحف ومتاجر العالم؟ سؤال برسم الإجابة والله يا كمال. الآن نذهب إلى تعليق أو تغريدة ثانية. التغريدة الثانية من نصيب خليل الرفاعي يقول: فيها ما الذي استفادوه أهل الأهواز خاصة وأهل العراق عامة من التراث العالمي حتى يستفيد أهل بابل؟ نحن بحاجة إلى شوارع رصينة وبنى تحتية قوية، نحن يا سادة بحاجة إلى رغيف خبز، إلى وظائف، إلى تعليم صالح وقائد ناجح، وكثيرون يؤيدونك يا خليل. ولكن وجود بابل على قائمة التراث العالمي أمر جيد أيضا، هكذا يرى كثيرون. إلى علي الذي يكتب: مهد الحضارات ومنبع التشريعات والفن والضربة بعمق في التاريخ تستحق الكثير، مبارك للمدينة العظيمة، ونأمل أن تنهض من جديد وتجد الدعم اللائق بعيدا عن صراع الأحزاب والفاسدين. هي أمنية أيضا لعلي ولكثيرين. إلى التغريدة الختامية وهي لعلي صاحب يقول: ترى بابل أدرجت في لائحة التراث بسبب تاريخها وعظمتها ومكانتها، مو بسبب الوفد أو اسم هذا السياسي أو ذاك. انتهت التغريدة. لاحقا نلتقيكم وأنتم تتمتعون بموفور الصحة وتمام العافية. إلى اللقاء.